تحية مسائية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. سجلنا اضطراب جوي، كان نشيط الفعالية على المناطق الوسطى وخاصة الشرقية بأمطار على شكل زخات كانت معتبرة، حتى الرياح تهب حاليا بقوة على الواجهة الساحلية الشرقية. خلال يوم الغد تحسن في الوضعية الجوية، إذا بعد انقشاع ضباب ونسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الغربية ومنطقة الأوراس، ستشهد جل المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية أجواء مشمسة وصحوة. طقس بارد خلال هذه الليلة على السطيف مع 4 درجات فقط، مقاييس ما بين 11 لغاية 13 درجة على الواجهة الساحلية، تقريبا نفس المقياس على شمال الصحراء، كذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي 19 درجة على المقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحر القصوى في استقرار، مقاييس ما بين 24 لغاية 26 درجة على الواجهة الساحلية، ترتفع إلى لغاية 27 درجة على غليزان، كذلك معسكر وتلمسان، نفس المقياس على ولاية بشار 25 درجة على غردية وتمنراست 29 درجة على الصحراء الوسطى 32 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد دائما مضطرب أحيانا هائج على السواحل الشرقية، رياح ستشتد من التيارات غربية شمالية غربية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، بينما بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى وهادئ على السواحل الغربية. وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:46 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.